بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. رأينا في الحلقة السابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى ساق مثلا لمن أعطاهم الله سبحانه وتعالى النعم ولكنهم لم يشكروه عليه. أدي المقصود بقوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا دعوا الله وقال: يا ربنا لئن رزقتنا بمولود كامل الخلقة سنشكرك ونخلص العبادة لك. فلما آتاهما صالحا، وقلنا بأن لموصوف محذوف، يعني فلما رزقهم الله تعالى بالولد الصالح أو بالمولود الصالح جعل له شركاء، تركوه يعبد الأصنام، يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وطاوعوه على ذلك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني نسبوا إلى الأوثان أنها هي التي جاءت بهذا الولد الصالح. فتعالى الله عما يشركون. بينا ذلك في الحلقة الماضية وقلنا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لكل من يشرك بالله في في العبادة، وليبين القرآن الكريم أن كل من يشرك بالله عز وجل في العبادة أو في الطاعة أو في قدرة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون عاقبته الخسران. بدأ القرآن الكريم في الآيات التي هي موضوع إلى الهدى لا يتبع أدع صامتون إن الذين تدعون من دون في بلاد لهم صراط فأولي الزهور حين مستفز وإهدى آية وتستمع إلى توبيخ الشرك وتوبيخ المشركين، توبيخ الأصنام وتوبيخ من يعبد الأصنام، توبيخ الاثنين، توبيخ للأصنام التي تعبد من دون الله، وتوبيخ أيضا لمين؟ للذين يعبدون الأصنام. وجاءت هذه الآيات اللي تقرب من 10 آيات بعد بعد أن بين الله أن رجل وامرأة تضرعا إلى الله لأن رزقهم الله سبحانه وتعالى بالمولود الكامل الخلقة هيخلصوا له العبادة. فلما رزقهم المولود الجميل الكامل الخلقة عبدوا غيره. فبدأت الآيات القرآنية توبخ الذين عبدوا غير الله وتوبخ تلك الأصنام. فقال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ايه معنى هذه الآية؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، التوبيخ لمين؟ للمشركين الذين ادعوا بأن الأصنام هي التي أوجدت ما أوجدت أو
ادعوا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. ربما قالوا بأن الأصنام هي التي إحنا لما دعونا ساعدتنا في الدعاء وجاء هذا إيه؟ الغلام. فيقول لهم لا، الذي أوجد كل شيء إنما هو من؟ الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فجاء بدأ التوبيخ للشرك وللمشركين وللأصنام وللأوثان ولكل ما يعبد من دون الله عز وجل، ولم يأتي دليل واحد. انت تجدوا عدة أدلة لكي يزداد المؤمن ثباتا على ثبات. من أسلوب القرآن الكريم في تثبيت الحق، في تثبيت إيه؟ الحق في قلوبنا، أنه لا يأتيك بدليل واحد على وحدانية الله أو على صدق الرسل أو على أن هذا القرآن من عند الله، ده يأتيك بعشرين دليل. يأتيك بإيه؟ بعشرين دليل. شوف الآيات مثلا على سبيل المثال التي في سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. انتقل دليل ثاني، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. دليل ثالث أو أدلة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دليل جديد أو أدلة، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أدلة أخرى، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل هنا دليل واحد؟ ده أدلة قد تزيد على عشر أدلة. لما ربما واحد منكم يسأل يقول طب ما كان يكفي دليل واحد، لكن الله عز وجل يسوق لك إيه الأدلة علشان تزداد إيمان على إيمانك وتزداد ثبات على ثباتك، بأن إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. ما يبقاش إسلام مزعزع، لا، يبقى إيمان ثابت، تتزلزل الجبال ولا يتزلزل الإيمان من إيه؟ من قلبك. لما؟ لأنك مؤمن عن اقتناع وعندك الدليل. وده تعليم لنا كدعاء، تعليم لنا كدعاء. الواعظ أو الإمام أو الداعي اللي بيجلس علشان يعظ الناس يجب يكون زي الغني، زي الرجل الكريم اللي عنده ضيوف وبعدين ما يجيب لهمش طعام واحد، ما يقدم لهمش طعام واحد للأكل، لا، ده يقدم مائدة مليئة بالفواكه وبالخضروات وباللحوم وبكذا وهكذا، علشان لو ما عجبكش ده تاكل ايه من ده. فيعلمنا القرآن أن الداعي إلى الله عليه أن يلون الخطاب، يلون الخطاب ويبين للناس تارة عن طريق المثال وتارة عن طريق العقل وتارة عن طريق القرآن وتارة عن طريق السنة النبوية وتارة عن طريق ضرب الأمثال. فنجد ما يقرب من عشر آيات هي في مجموعها تقصد شيئا واحدا، هو توبيخ من عبد مين؟ هذه الأصنام. فتبدأ بقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إيه معنى الآية ببساطة؟ أي هؤلاء الذين انطمست عقولهم
هؤلاء الجاهلون أيعبدون مع الله آلهة أخرى مع أن هذه الآلهة هي مخلوقة أيضا؟ يعني هم مخلوقون وهذه الأصنام إيه؟ مخلوقة. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم ده الضمير ده يعود إلى مين؟ الأصنام. وهم يخلقون، الأصنام مخلوقة وأيضا الناس إيه؟ مخلوقة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تنصر من عبدها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، تدعون بمعنى تعبدون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا كذلك، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن الأصنام لا تستطيع أن تنصر من عبدها ولا أنفسهم ينصرون، يعني أن الأصنام أيضا لو حطمها محطم لا تستطيع أن تدافع عن إيه؟ عن نفسها. وخير مثال لذلك قصة سيدنا إبراهيم، مش كده برضه؟ مش قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم إيه؟ جذاذا، يعني حطم جميع الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه إيه؟ يرجعون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بعد ذلك يريد القرآن أن يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسلي المسلمين الدعاء، وإن يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لا تنظر إلى هؤلاء، دعهم، هؤلاء قد انطمست بصائرهم، وأنت عليك البلاغ، عليك إيه؟ البلاغ، ونحن علينا الحساب. والله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين، يقول لهم، بل يقول لهؤلاء المؤمنين، إن دعوتم هؤلاء المشركين إلى الإيمان فإنهم لن يستجيبوا لكم. كذلك هؤلاء المشركون إن دعوا هاتلك الأصنام لكي ينفعوهم أو يضروهم فلم إيه يستجيبوا لهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. ليه؟ لأن دي أصنام حجارة. سواء عليكم أدعوتموهم أم لم تدعوهم لن يجيبوكم أيضا، أم أنتم صامتون. ثم يأتي توبيخ جديد، إن الذين تدعون من دون الله، يعني إن الذين تعبدونهم من دون الله أيها المشركون، عباد أمثالكم. المراد بالعباد هنا يعني إيه؟ مخلوقات إيه؟ مثلكم. فادعوهم، بدا التحدي، مرحلة التحدي، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم إيه؟ صادقين. زي ما تقول لإنسان هذا حجر، طب أطلب منه شيئا، إن أعطاك هذا الشيء يبقى عبادتك له صحيحة. فهل لواحد لو كلم حجر الحجر بيعطيه شيء؟ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في أن هذه الأصنام تنفع أو تضر، طب ادعوه. نهاية التحدي. ثم بعد ذلك يأتي تحدي أكبر، ألهم أرجل يمشون بها؟ تلك الأصنام التي تعبد من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ قد يكونوا زي التماثيل اللي في المحلات التجارية، لكن هذه التماثيل قد يكون لها أرجل ولها أعين، مش كده برضه؟ اللي موجودة في البتاع، لكن هل تنطق؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ ليهم أيدي يدافعوا عن أنفسهم؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ قد يكون هم مصورينهم عينين، لكن هل بترى كما نرى نحن؟ أم لهم آذان يسمعون إيه؟
بها كلها أمور صناعية، كلها أمور إيه؟ صناعية. ولا تملك من أمرها شيئا، وليس لهم حواس حقيقية وصحيحة كحواس بني إيه؟ آدم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني حاربوني فلا تنظرون، يعني فلا إيه؟ بعد هذا التحدي، بعد كل هذا التحدي يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا محمد قل لهم اطلبوا من شركائكم ومن أصنامكم ما تطلبون، فلن يفيدوكم بإيه؟ بأي شيء. قل ادعوا، نادوا واعبدوا وتضرعوا. قل ادعوا شركاءكم تلك الأصنام ثم كيدوني حاربوني كما شئتم فلا تنظرون، يعني فلا تتمهلوا في محاربتي، وانظروا لمن تكون العاقبة، لمن تكون إيه؟ العاقبة. طب والسبب؟ السبب أن الله عز وجل يريد أن يثبت نبيه وأن يثبت المؤمنين ثباتا لا مزيد عليه، لأن المشركين أحيانا بلغ بهم الجهل والتبجح أن قالوا لبعض الرسل، سيدنا هود لما دعا قومه إلى وحدانية الله ماذا قال له الظالمون؟ وقوم سيدنا هود كما تعلمون كانوا مشهورين بإيه؟ بالقوة. وسيدنا هود أخذ يدعوهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هو يقول: يا هود ما جئتنا ببينة. وفي الآخر يقولوا له إيه أكثر من هذا؟ إن نقول إلا اعتراك بعض إيه آلهتنا. ده بيّن فيك، عارفين بيّن فيك يعني إيه؟ يعني إن الأصنام دي تسلطت عليك فحولتك من إنسان سليم العقل إلى إنسان إيه؟ مجنون. يقولون، فالقرآن هنا يرد برضه: قل ادعوا شركاءكم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو يشم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. كيدوني بمعنى أنفسكم وأصنامكم علي وحاربوني، ولا أريد منكم أن تنتظروا أو تتمهلوا، ابدأوا من الآن. نهاية التحدي، ثم يختتم هذا التحدي بإيه؟ إن وليي الله. أدي النتيجة، أدي إيه النتيجة. شوف التسلسل القرآني، الأول جاب التهة، وبعدين وبخ مين؟ هؤلاء المشركين ووبخ الأصنام، بعد ذلك جاءت إيه النتيجة بعد هذا التوبيخ وبعد إقامة الأدلة على أن الشرك رذيلة وعلى أن المشركين قد ارتكبوا أقبح الرذائل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية أخرى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعد كل هذا تأتي النتيجة والتثبيت: إن وليي الله. إيه معنى إن وليي الله؟ يعني إن عبادتي وإن نصرتي وإن ولايتي وإن عبادتي هي لمن؟ لله. الآيات التي في أواخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا كذلك: إن ولي الله، يعني إن نصيري وخالقي وربي هو الله. إن ولي الله
الذي نزل الكتاب. المراد بالكتاب اللي هو ايه؟ القرآن الكريم. نزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، نزله ليكون هداية، نزله ليكون هداية للناس في كل زمان وفي كل مكان، أن يكون هداية لا للإنس وحدهم بل للإنس وللجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، نزله على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات اللي في أول السورة، شوف بدء السورة وشوف ختام السورة، خواتمها. أول السورة ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به، إلى آخر الآيات. هنا كذلك إن ولي الله في آخر السورة الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين المؤمنين الصادقين، وتلك وعاقبتهم الفلاح والنجاح. طيب، قلنا قبل ذلك بأنه ما تحدث القرآن عن المؤمنين وحسن عاقبتهم إلا وأتبع ذلك بالحديث عن مين؟ عن المشركين وسوء مصيرهم. لما تحدث القرآن عن المؤمنين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمته وبعونه وبرعايته، طيب بالنسبة لغير الصالحين إيه؟ قال والذين تدعون من دونه، يعني والذين تعبدونهم سوى الله، والذي تدعون بمعنى إيه؟ تعبدون. والذين تدعون من دونه، يعني من دون الله، يعني والأصنام التي تعبد من دون الله، أو الشركاء الذين يتخذون كآلهة من دون الله عز وجل، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون إيه؟ نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يعني لا هم هذه الأصنام أو هؤلاء الشركاء أيا كان لونهم، أيا كان إيه لونهم، ما هو ربما بعض الناس عبد بعض إيه الناس، مش كده؟ فالقرآن يقول هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله أيا كان لونهم، سواء أكانوا بشرا أم حجرا أو غير ذلك، لا